الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات في الضحى. طبعا راح نقدم لكم الحلقة أنا وزميلتي شوق النقدي. صباح الخير. صباح النور أكيد، ومشاهدينا أسعد الله صباحكم وين ما كنتم تتابعونا. صباح طلفي، إن شاء الله يكون صباح جميل مليء أيضا بالابتسامة والسعادة، ومليء بالأخبار الإيجابية كعادتنا. الحمد لله يمكن دائما وأبدا نركز بشكل عام من خلال برامجنا على تسليط الضوء على الأمور اللي لها أكيد أثر إيجابي في حياتنا، ويكون أيضا لها تغيير في حياتنا. دائما نشوق يعني في البرامج المباشرة حياتنا أو في الضحى دائما نركز ونسلط الضوء على الأحداث اللي تصير خلال هذه الفترة، ودائما نختار لكم مشاهدينا أبرز المواضيع، ودائما نختار لكم أيضا أبرز الضيوف والمميزين منهم نستفيد ونفيدكم معنا فيه. أكيد إن شاء الله. واليوم أيضا مشاهدينا بحلقتنا لهذا اليوم راح نتطرق لأكثر من جانب أكيد، وجوانب كثيرة بإذن الله راح تنال على إعجابكم وتهمكم في حلقتنا لهذا اليوم. ودائما وأبدا أكيد تكون لنا أشياء كثيرة، تغطيات كثيرة، لو ما كانوا ضيوفنا موجودين هنا كاميراتنا تكون موجودة وترصد كل الأحداث والفعاليات أول بأول. لكن أكيد نفس ما ذكرنا فعاليات كثيرة، أشياء كثيرة، ومن ضمنها أكيد مؤسسات لابد أن احنا في كل صباح نقدم لهم تحية شكر. تحيتنا الصباحية هذا اليوم راح تكون لمدينة حمد الطبية تحديدا، راح نسلط الضوء عليها ونوجه لهم تحية لجهودهم في تقديم الرعاية الصحية. أكيد، ويعتبر مجمع مدينة حمد بن خليفة الطبية التابع لمؤسسة حمد الطبية أكبر مشروع لتوسعة مرافق الرعاية الصحية في المنطقة، حيث يوفر المزيد من مرافق وخدمات الرعاية الصحية للسكان في دولة قطر. وتمتاز مرافق المدينة الطبية طبعاً اللي تعادل مساحتها 35 ملعب كرة قدم، ببعض المميزات الفريدة من بينها أنها تضم أكبر مركز تخصصي في المنطقة في مجال إعادة التأهيل، وهو مركز قطر لإعادة التأهيل الذي تبلغ مساحته 38,000 متر مربع، أي بمساحة 5 ملاعب كرة قدم. حيث تشمل مرافق المركز على 7 أحواض سباحة علاجية داخلية مدفأة، ويتم تزويدها بمياه عالية الجودة يتم معالجتها بواسطة نظم تنقية متطورة ومراقبتها بصورة يومية، بالإضافة إلى 11 صالة للتمارين العلاجية. يعتبر المطبخ الرئيسي أيضا في مدينة حمد بن خليفة الطبية هو أضخم مطبخ خاص بمؤسسة رعاية صحية في المنطقة، حيث يقوم العاملون فيه بإعداد 4000 وجبة للمرضى يومياً، بما في ذلك أيضاً إعداد ما يزيد عن 65 من أصناف الحميات الخاصة بالمرضى. فكل التحية لمؤسسة حمد ولمرافقتها المختلفة. صراحة شوق، يعني الواحد من كثر ما يشوف الكلام والأشياء اللي مسوينها يعني ما وده أنه يقول تزورون وتشوفون، لكن سبحان الله يعني الصراحة شيء جميل، مكان ضخم جدا، وعلى كل الأشياء اللي موفرينها للمرضى يعني إنجازات كثيرة. والأهم من هذا كله يمكن احنا نشوف بشكل دام ومستمر المؤسسة حريصة حتى إن على أنها تاخذ، خلينا نقول، البراءات، تاخذ الأشياء المهمة، تاخذ الجوائز، لأن فعلا هذا كله يصب في مصلحة المرضى. فكل التحية وكل الشكر لهم على كل الجهود اللي يقدمونها، سواء مؤسسة حمد أو جميع المؤسسات في الدولة اللي دائما هدفها الرئيسي، خلينا نقول واحد من ضمن أهدافها، نتحقق رؤية قطر 2030. أكيد طبعاً، يعطيكم العافية وعساكم على القوة، وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل. شوق، إيش رأيك نروح جولة من الأخبار المحلية مع زميلتنا إيمان الفايز؟ نصبح عليك بالخير ونرحب فيك. صباح النور والسرور عليك أخوي إبراهيم، صباح النور لك أنت أيضاً شوق، وصباح الخير لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعونا على شاشة تلفزيون قطر أو عبر أثير الإذاعة. كما عودناكم يومياً هناك جولة صباحية في الصحف الصادرة مع صباح كل يوم، اخترنا لكم مجموعة لهذا اليوم من الأخبار، نبدأها مع جريدة الراية والتي كتبت مؤسسة حمد تبدأ تطوير طوارئ الوكرة، حيث كشف الدكتور عبد الله الأنصاري رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لتطوير العمل في طوارئ مستشفى الوكرة بهدف التخفيف عن المراجعين وزيادة استيعاب المرضى وتطوير الأداء على المستوى
الإداري والطبي. قال الدكتور الأنصاري في تصريحات للصحيفة، قال إن خطة التطوير الجديدة تتضمن توصيل الأدوية للمواطنين القطريين إلى أماكن تواجدهم بالطوارئ بعد الانتهاء من إجراءات التشخيص، ما يوفر عليهم الذهاب إلى الصيدلية والانتظار لحين الحصول على الدواء. هذه الإجراءات الجديدة مشاهدين تتضمن أيضا رعاية خاصة لكبار السن، سواء للقطريين أو لغير القطريين، وإعطائهم الأولوية في الدخول للطبيب بدءا من إجراءات العلامات الحيوية وحتى الحصول على الأدوية. الجدير بذكر هنا مشاهدين أن خدمة توصيل الأدوية إلى أماكن تواجد المرضى في الطوارئ لم تشمل غير القطريين، نظرا لأنه يجب أن يقوموا بدفع رسوم مالية محددة، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال ضرورة ذهابهم إلى الصيدلية، ولكن سيكون طبعا لكبار السن من غير القطريين الأولوية خلال صرف الدواء. كما تم زيادة عدد الأطباء في بعض المناوبات التي يشكو المراجعون من قلة عدد الأطباء بها لتوفير الخدمة الطبية المطلوبة، وهو ما سيظهر خلال الفترة القليلة المقبلة. سيكون هناك إجراءات أخرى جديدة في سبيل التطوير والتحديث المستمر لخدمات الطوارئ. الجزء الذي لفت انتباهي في هذا الخبر تصريحات الدكتور الأنصاري عن إجراء دراسات قانونية طبية دقيقة للبدء في تطبيق دفع رسوم مالية على الخدمات أو على خدمات الطوارئ، موضحا أن التطبيق سيتم خلال الفترة المقبلة، سيشمل الحالات البسيطة التي تقوم بمراجعة الطوارئ. الخبر الثاني من جريدة الوطن وعنوان 25 جهة تشارك في المعرض المهني. تستعد عمادة شؤون الطلاب في معهد الدوحة للدراسات العليا لتنظيم فعاليات المعرض المهني في نسخته الرابعة، وذلك يوم الاثنين 27 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 25 جهة عمل من مختلف القطاعات في الدولة كقطاع التعليم وقطاع المال والأعمال، إضافة إلى قطاع الصحافة والإعلام والخدمات وغيرها من قطاعات العمل الحيوية. ويتيح المعرض المهني الفرصة المناسبة للطلاب والخريجين للتعرف على أهم وأبرز الفرص المهنية التي يقدمها سوق العمل القطري واستكشاف الخيارات الممكنة، علاوة على اطلاعهم على الشواغر وفرص التدريب التي تتوافق مع طموحاتهم وتوجهاتهم الوظيفية المستقبلية وتقديم فرص مهنية واعدة ومتنوعة. المعرض المهني طبعا هو تجمع مؤسسي ضخم لغالبية وزارات ومؤسسة وهيئة وشركات الدولة لتقديم عرض مفصل عن الشواغر المهنية المتاحة لديها وتقديم عروض لأعمال وتعريف الجماهير بمتطلبات سوق العمل القطرية. طبعا هناك دعوة من جهات العمل المشاركة في نسخة هذا العام، هذه دعوة أيضا موصولة منا إليكم ولجميع المهتمين بهذا المعرض المهني. الخبر التالي من الشرق، والتي كتبت انطلاق المسابقة المدرسية للقرآن الكريم في 2 فبراير القادم، حيث أكملت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة الاستعدادات لانطلاق المسابقة المدرسية السنوية 59 في حفظ القرآن الكريم للطلاب وطالبات المدارس. وقد بلغ عدد المتقدمين للمشاركة بالمسابقة في دورتها الحالية أكثر من 38,000 طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم، وذلك عقب إغلاق باب التسجيل يوم الخميس الماضي. ستنطلق فعاليات المسابقة صباح الأحد 2 فبراير المقبل وذلك من خلال جدول الاختبارات الذي تعده شعبة تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالمدارس والتابعة لقسم القرآن الكريم وعلومه بالإدارة. سينشر الجدول كامل على موقع الوحدة قبل أسبوع من بدء المسابقة. جهود مقدرة من وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التعليم والتعليم العالي لغرس وتشجيع النشء من أبنائنا من طلبة وطالبات على حفظ كتاب الله. نتمنى التوفيق للجميع. الخبر الأخير اخترناه لكم من جريدة العرب بعنوان سدرة للطب يستضيف مؤتمر الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة. أعلن مركز سدرة للطب عضو بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن استضافة مؤتمر الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال خلال الفترة من 15 وحتى 17 من فبراير المقبل. ينعقد المؤتمر على مدار 3 أيام تحت عنوان حماية الطفل رحلة الماضي والحاضر والمستقبل، بهدف إيجاد طرق لإيقاف العنف ضد الأطفال على أساس مبني على المعرفة والبحث العلمي. يعمل سدرة للطب ومؤتمر الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال لتشكيل وعي عام حول الموضوع، بينما تسعيان جاهدتين لتغيير حياة الأطفال المعتدى عليهم. هذا
المؤتمر المرتقب يسعى يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة وعي المجتمع حول هذه القضية وكذلك الشركاء من القطاع الحكومي بمشاركة أكثر من 10 من الخبراء سواء محليين أو دوليين ينشطون في هذا المجال. بهذا الخبر الشديد التوسع والتشعب مشاهدين الكرام ننهي فقرة عالم الصحافة، نتمنى أن تكون قد نالت استحسانكم مشاهدين. عودة الآن للزملاء في برنامج في الضحى لمتابعة ما تبقى معهم من فقرات. إليك شوقي. يعطيك العافية زميلتنا إيمان، شكرا لك على هذه الجولة المتنوعة السريعة اللي قدمتيها لنا فيما يتعلق بأهم وأبرز العناوين في الصحف المحلية. يمكن لفت أيضا انتباه إبراهيم آخر خبر بما يتعلق بمؤتمر سدرة للطب، خصوصا أن هذا الموضوع فعلا جدا مهم وراح يكون لنا حديث عن هذا الجانب، لكن من جانب آخر راح نتكلم فيه عن الثقة بشكل عام كيف نعززها من خلال فقراتنا لهذا اليوم. بكل تأكيد شوق، صراحة يعطيهم العافية، دائما احنا نشوف جهودهم شلون اللي يعني الجهود اللي يبذلونها في تطوير ونشر الوعي، خاصة يعني دائما نسمع حتى في المراكز الصحية كيف انهم يعني يوصلون الرسائل للجمهور للجميع عشان ان الواحد يعني يعرف الاجراءات اللي يسويها قبل لا يدخل يعني في المراكز وهو ما يدري. اكيد طبعا هذا من جانب اخر من الاخبار، لكن بشكل عام بسألك سؤال، ايش رايك بالاجواء هالايام؟ والله الاجواء هالايام الصراحه يوم بارد يوم الواحد يشتي، يطلع شوي حار وشوي رطوبه، ما الواحد ما يدري صراحه، شوي بارد شوي يعني صراحه شيء غريب والله. عشان كذي اكيد راح نتكلم اكثر ونعرف مواضيع الارصاد الجويه تحديدا، فراح ننتقل مباشره باتصال مباشر الى امين الملا متنبئ جوي ونقول لك اسعد الله صباحك بكل خير. صباح النور، يا هلا. يعطيك العافية وسعيدين بهذا الاتصال. أكيد أستاذة أمينة حابين نعرف أكثر تفاصيل أكثر عن الأرصاد الجوية تحديدا لهذا اليوم، وهل راح يكون في هناك أي تحذيرات، الأجواء كيف راح تكون لهذا اليوم؟ إن شاء الله. أجواء معتدلة الحرارة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 18 إلى 23 درجة مئوية. الرياح السائدة لليوم تكون جنوبية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 18 عقدة، ومن المتوقع أن تزداد سرعتها خلال فترة الظهيرة لتصل 21 عقدة على بعض المناطق، ومنها قد يكون هناك إثارة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة والطرق الخارجية، ولذلك هناك تحذير برياح قوية على بعض المناطق. يستمر التحذير بالرياح القوية حتى يوم الغد بمشيئة الله، ولكن يكون أكثر شدة عن اليوم. تتحول الرياح إلى شمالية غربية، من المتوقع أن تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 22 عقدة مع هبات تصل 28 عقدة، ومنها تقل الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 3 كيلومتر، وذلك بسبب الغبار المثار. فتصبح الأجواء من غبار خفيف إلى غبار مثار مع وجود فرص لأمطار متفرقة. عن الحالة البحرية، استمرار التحذير البحري بالرياح القوية والأمواج العالية، حيث من المتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية سرعتها ما بين 12 إلى 22 عقدة مع هبات تصل 26 عقدة، وتزداد شدة التحذير البحري ليوم الغد الخميس، فمن المتوقع تحول الرياح إلى شمالية غربية تزداد سرعتها لتكون ما بين 18 إلى 25 عقدة، والهبات تصل 35 عقدة، ويرتفع الموج إلى 11 قدم، ومن المتوقع أن تكون هناك أمطار رعدية على بعض المناطق. وبذلك ننوه جميع مرتادي البحر بتجنب كافة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة. هذا والله تعالى أعلم. الأستاذة أمينة الملا متنبئ جوي، الله يعطيك العافية، ما قصرتي يعني الصراحة، سمعنا التحذيرات خاصة لمرتدين البحر اللي يروحون يطلعون طلعات البحر، وهاي يعني هالويكند شوي خفوا أو حاسبوا، لأن قالت الأمواج توصل لين 11 قدم، أنا يعني ما أدري شنو بالضبط شلون ممكن يكون، لكن شكله شيء خطير يعني. أكيد نقدر نقول بشكل عام لمرتادي البحر أو الناس بشكل عام يقدرون يشوفون أول بأول أكيد الأخبار الأرصاد كل هذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يقدرون يشوفون كل هذه التفاصيل يتعرفون عليها. بكل تأكيد. زين، لكن اليوم بعد لو نتكلم مثلا بشكل عام في كثير من الفعاليات الواحد حلو انه يسويها في الدوحه، مثلا ان انت تروح تقضي مشاويرك مو شرط بالسياره، بالريل. كانت لك تجربه الريل؟ صراحه شيء عجيب، اي جربته، صراحه شيء وايد عجيب.
وايد حلو، خاصه انه من داخل واحد يعني، لانه شيء جديد علينا في قطر، فالواحد لما يجرب الريل خاصه يعني، يعني يمديك تطلع انت وهلك ومع اليهال وتركبون الريل وتروحون، يعني تغيير غير انك كل مره تطلع بالسياره، ويجرب مجرد تجربه صراحه شيء جدا جميل. يعني انا ترى من فتره بسيطه اللي جربت الريل صراحه، ما كنت يعني كل مره كنت اقول خلاص بروح اجرب بس ما صارت لي الفرصه. اخر مره من فتره بسيطه رحت جربتها، انصدمت يعني تبارك الرحمن بالتنظيم شلون مسوينه، كل شيء مدينه كامله يعني تحت الارض صراحه. انا انصدمت انه في اكثر من شيء، في صالون، في كافيهات، في اشياء يعني خلاص انت تروح محطه كامله يعني لا تحتاج اي شيء ولا هاي، كله موجود عندك في المكان واحد، في المحطه الواحده موجود كل شيء تبونه، وايضا الترتيب يعني وايد مرتب. حتى المسافة يعني من إلى ما ياخذ معانا نفس السيارة أبدا. صح. بصراحة هالشيء شجعني أكثر أنه بالعكس يعني المشاوير الجاية ممكن أنا ارتاد فيها الريل حتى ترى يخفف من الزحمة. يخفف من الزحمة وغير هاي شوق اليوم الريل نقدر نستخدمه عن يعني نحجز عن طريق التكنولوجيا، عن موجود على الاي بالابلكيشن على الاب ستور أو أندرويد، يعني كل شيء سهل، تقدر تشوفي الرحلة أو مثلا القطار وين موجود الحين أو تتبعين المسار. صراحة يعني شيء متوفر للجميع وبسيط والكل يقدر يستخدمه. وحتى على هذا الطاري يعني على كل حد يقدر يستخدمه. اليوم نتكلم أن هذا الجانب أيضا راح يعزز طبعا عندنا استضافة قطر 2022 كأس العالم، بالإضافة إلى ذلك اليوم لما أنا رحت خلال هذه الفترة، مع أنها مش فترة إجازة، لكن شفت كثير من الناس مش قطريين ايضا يعني جايين من برا، الزوار ايضا كانوا يستخدمون الريل، فهذه فرصه جميله حتى للزوار انهم يستكشفون اكثر ويتعرفون اكثر على الريل نفسه، وان نفس ما قلت لكم امكانيه التنقل ترى وايد احسن ووايد اسهل ووايد اسرع. صح. خاصه للناس اللي عايشين مثلا في الجنوب، ايام كان عندنا في وزاره التنميه دوره، عاد الشباب كانوا يعني من الوكره كانوا يجون يوميا بالريل. انا جربت الريل انه كتجربه، لكن انا استخدمه في حياتي كاستخدام رسمي، انه خلاص حياتي انا ما بنزل دوامي او مكان الا بالريل. صراحه هاي للحين انا ما جربت، لكن الظاهر انه شيء راح يكون جميل صراحه. اكيد. واحنا ايضا عندنا فقره تكنولوجيا راح نتحدث فيها اكثر عن موضوع الريل نفسه. حلو، خلينا نشوف. صبحكم بالخير أعزائي المشاهدين، في فقرة اليوم راح نتكلم عن تطبيق كتر ريل وشلون نقدر نستفيد من خدمات الريل في قطر، تابعونا. في البداية لازم ننزل تطبيق كتر ريل على هواتفنا الذكية، التطبيق متوفر في أبل ستور وجوجل بلاي. ندخل على جوجل بلاي ونكتب كتر ريل، ومن ثم نثبت التطبيق على الهاتف. بعد تثبيت التطبيق نفتح التطبيق ونعمل إنشاء حساب جديد. طبعاً راح يطلب منا أولاً تسجيل الدخول، وتحت بنحصل قم بالتسجيل وإنشاء حساب جديد. طبعاً في حال إدخال البيانات نتأكد إذا كنت سايح تقدر تدخل رقم الجواز، وإذا كنت مقيم أو مواطن تقدر تدخل رقم البطاقة الشخصية، وراح تدخل بعد البيانات الثانية من الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والمهنة ورقم الجوال. بعد التسجيل على تطبيق كتر ريل نقدر نعمل الدخول، والحين دخلنا مثل ما تشوفون. طبعا تطبيق الريل راح يعطيك أربع خدمات مختلفة. أول خدمة وأهمهم هي تعبئة الرصيد. طبعاً البطاقة الخاصة بالريل ممكن تشتريها من عدة محلات أو شركات متوفرة في الدولة، لكن لتعبئة الرصيد إذا كانت عندكم البطاقة ما عليك إلا تدخل رقم الكود الخاص بالبطاقة مثل ما نشوف هنا، ومن ثم نحط قيمة التعبئة، وبعدها نختار التسجيل او الاستمرار لعمليه الدفع الالكتروني عن طريق الاي تي ام او عن طريق البطاقات الائتمانيه او البطاقه الخاصه بالفيزا. وايضا تقدر تضيف اكثر من بطاقه على نفس التطبيق. وايضا من الخدمات اللي توفرها التطبيق قطر ريل
راح يعطيك معلومات خاصة بالشبكة والخدمات المختلفة، مثلا وأهمها هي خطط رحلتي. ممكن تعمل خطة للرحلة التي بتروح لها أو المكان أو الموقع اللي بتروح له أو تزوره. مثلا أنت الحين في تبي تروح من قطر مول، فيعطيك كل المواقع القريبة من المترو القريب من قطر مول، فتختار أقرب موقع لك، ومن ثم تعطيه الوصول إلى فرضا العزيزية، ومن ثم اذهب، فراح يحسب لك الوقت لوصولك للموقع اللي انت بيه من قطر مول إلى منطقة العزيزية. وراح تلاحظ أنه راح يعطيك الخطة تغيير، أو المترو اللي راح تستخدم الخط اللي راح تستخدمه هني، مثلا عندنا هنا الخط الأخضر، بعدين تنزل في محطة التبادل في الخط الذهبي، ومن ثم تستخدم الخط الذهبي إلى المدينة الرياضية، ومن ثم إلى العزية، والمدة راح تستغرق إلى مدة المشي هي 23 دقيقة. وأيضا راح يعطيك أقرب محطة لك على حسب موقعك في الخريطة، مثل ما نشوف فعطاني هني أقرب محطة لي وهي محطة الكورنيش، وهو الخط الأحمر مثل ما نشوف هني. وأيضا راح يعطيك معلومات أكثر عن خريطة الشبكة، فالخريطة هني توضح لك الخطوط الرئيسية وهو الخط الأحمر، ومن ثم الخط الذهبي، وأيضا الخط الأخضر والمحطات لكل خط. وبكذي أعزائي المشاهدين عرفناكم على أهم مميزات تطبيق كتر ريل. عودة إلى الزملاء في الاستديو. كل الشكر أكيد للزميل محمد السقطي على هذه المعلومات، إن شاء الله مشاهدينا استفدتوا من هذه المعلومات الوافية اللي قدمها لكم أكيد في هذا التقرير، وتحدث فيها عن الريل. أكيد تجربة راح تكون جميلة، تجربة ممتعة، إن شاء الله تستمتعون فيها. صراحة أنا قاعد أشوف يعني شلون البرنامج جدا بسيط، صح. نزلة كأنك تسوي لك إيميل جديد، حط البيانات اللي تبيها، تشوف الرحلة، تتبعها واحجز وخلاص توكل على الله. سهالات الأمور. الموضوع جدا بسيط صراحة. إن شاء الله أكيد إحنا راح نكون مستمرين، لكن راح نأخذ هذا الفاصل، ومن بعد أكيد راح نتواصل معاكم، عندنا كثير من الفقرات اللي تهم كل بيت قطري. صباحكم جميل مشاهدينا وين ما كنتم متابعونا، مستمرين معاكم اكيد نفس ما قلنا لكم كثير من المواضيع والفقرات المهمه راح نتطرق لها اليوم. على سبيل المثال اكيد راح نتكلم عن النسخه 16 من سوق الازياء والعطور، راح طبعا ينطلق ان شاء الله يوم 24 يناير وحتى 2 فبراير، راح يكون ان شاء الله بمركز الدوحه للمؤتمرات. يعتبر السوق بشكل عام هذا من اضخم الاسواق المختصه في عالم العطور والازياء، وذلك طبعا بهدف توفير الحاجيات والمنتجات اللي تحتاجها العائله، ويصل فيها عدد المشاركين الى 150 مشارك من 18 دوله. راح نتحدث اكثر مشاهدينا عن تفاصيل هذا السوق وما يميزه عن السنوات السابقه، فيسعدنا يكون معنا استاذ جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركه المرايا للمعارض والمؤتمرات. صباح الخير وحياك الله معنا. صباح الخير. صباح الخير جميعا. صباح بمشاهدين تلفزيوننا الحبيب. الله يعطيك العافيه استاذ جابر، احنا دائما نجيك للمعرض وناخذ منك لقاء وناخذ منك كلمه عن المعارض، لكن اليوم انت في مكانك الثاني ونتشرف، نورتنا ونورت شاشه تلفزيون قطر محلنا واكيد. الله يعطيك العافيه استاذ جابر. لو نتكلم عن النسخه 16 من سوق الازياء والعطور، اول شيء النسخه 16 يعني ما شاء الله، انت تتكلم يعني من شوي قلت لي انتم بديتوا من 1987 من اول المعارض. خلينا نتكلم بشكل عام. نعم احنا بدينا من 1987 معرض متواضع، يمكن شركات 12 شركه، شركات محليه، وطورناه كان اسمه الاول معرض المراه، وبعدين طورناه الى الازياء والعطور، يشمل الازياء الرجاليه والنسائيه والعطور الرجالي والنسائي، وطور الحمد لله. في البداية كان في الفنادق نقيمه، وبعدها كان في عندنا مركز معارض
اللي هو المركز الحالي اللي افتتح في سنة 1990، وبعدها رجع تطويره هده ورجع بناءه وافتتح بعدها مرة ثانية. طبعا هاي نسخة جديدة وإن شاء الله راح تشرفونها وتشوفون التغييرات سواء في الكم، في الكيفية، في الجودة، في كل الأمور راح تلاحظونها. نعم طبعا أستاذ جابر، يمكن احنا تعودنا أن في كل سنة تقدمون معرض، في كل سنة يكون في تجدد سواء من عدد المشاركين، سواء من النوعية اللي تقدم، أيضا من خلال الدعم اللامحدود اللي تقدمونه للشباب بشكل عام القطريين، سواء في مجال العطور أو حتى في مجال الأزياء. خصوصا هذا المعرض راح يكون أبوابه أوسع، راح يشمل أكثر من جانب، أكثر من مصمم، وأكثر من دولة في نفس الواحد في نفس المكان. نعم. هالمرة يعني بشكل مختلف، يعني الأول كان تخصصه بس أزياء وعطور. نعم. هالمرة في يرافقه سوق أو بازار للمنتجات الثانية. إحنا صالتين، صالة متخصصة للأزياء والعطور والصالة الثانية للبازار. طبعا معانا حوالي 50 من أخواننا وأخواتنا أصحاب المشاريع الصغيرة يشاركونا، مدعومين سواء من المتخصصين في الأزياء والعطور أو من اللي عندهم أشياء ثانية، أنشطة ثانية، راح يكونون في البازار. فإحنا دائم يعني نحط يدنا بيدهم لكي يرتقوا ويطلعوا للأسواق العالمية. أكيد الله يعطيكم العافية، يعني الواحد يستفيد من خبراتكم الطويلة في هذا المجال. أستاذ جابر قلت يعني تم دعمهم، نبي نعرف أنا والمشاهدين أكيد شوق بعد شلون، يعني من أي ناحية مثلا عندك؟ إحنا ذولا ندعمهم لأن تعرف أصحاب المشاريع الصغيرة نامين الحين، توهم بادين بمشاريعهم، رأس مالهم صغير، فإحنا نساعدهم في القيمة الإيجارية. احنا معارضنا يمكن تكون شوي غاليه لان مدتها طويله، وعندنا حمله اعلاميه اعلانيه فنصرف فيها كلفه شوي عاليه، فبالنسبه لهم تكون يعني سعرها غالي، فاحنا نساعدهم في السعر تقريبا. نعم تقريبا 50% سعر مخفض للاخوان والاخوات اصحاب المشاريع الصغيره عشان يبدون بمشاريعهم. صح. ويقدرون يعني يستمرون في السوق ويأسسون مشاريعهم، وتكون أيضا بداية انطلاقة لهم، خصوصا المشاركة في المعارض اليوم يعطي أهمية كبيرة أيضا ويعطي انتشار أوسع، خصوصا لما نتكلم إحنا عن 18 دولة مشاركة، يعني مش فقط من قطر، نتحدث أيضا عن الدول اللي راح تكون إن شاء الله في المعرض. المعرض طبعا يشمل المشاركات عمان، عندنا الكويت، تركيا، إيران، لبنان، في من سوريا، يعني دول مختلفة، يمكن أنا ما ذي في من الهند، باكستان، دول مختلفة تشارك، كل دولة حسب أنشطتها وهذه، لأن إحنا صارنا فترة طويلة في السوق، فعندنا زباين في كل أنحاء العالم ودائم ينتظرون هذه المعارض اللي نقيمها، لأن الحمد لله رب العالمين دولتنا صارت جاذبة للمعارض. صحيح. وفيها أسواق جيد، والحمد لله أخواتنا وأخواننا من المشتريين الجيدين للدفيع المعارض العام يجون يشترون، فحلوة أكيد لهم، فالمعارض هاي تلاقي رواج جيد. صحيح. أكيد أستاذ جابر لما نتكلم عن النسخة 16 أنتم ما وصلتوا هالرقم إلا يعني ندل يدل على نجاحكم واستمرارية هذا المعرض. أستاذ جابر لما نتكلم عن ردود الفعل، عن الإقبال، هل يعني يصير فيها مثلا يعني يتم قياس عدد الزوار في كل نسخة، يعني تشوفون شو اللي يحتاجونه وتسمعون لهم؟ احنا في البدايات لو احنا نقيسه في السنوات الماضية او البدايات، كان طبعا البداية كان الزوار قليلين، بس بعدها لأنه ما كان في معارض، كانت معارضنا هي الوحيدة وكان في زوار كثار. الحين طبعا المعارض كثرت والأنشطة كثرت والفعاليات في البلد كثرت والأمور تغيرت. الأول كان عندنا يمكن احنا يقارب 15 إلى 20 ألف زائر، وكنا نخصص أيام مخصصة للنساء فقط، يمكن المعرض كنا نقيمه بس 7 أيام
ونخصص الخمسة أيام نسائي يومين عام بس. نعم. فكان له طابع ثاني طبعا. صح. مع التطور وكل الأمور تطورت. فحاليا معارض وأنشطة كثيرة، احنا بنفسنا نقيم يمكن 10-12 معرض في السنة. نعم. غير الشركات الثانية. فأكيد حاليا احنا جماهيرنا للحين الحمد لله يعني عندنا يوميا يمكن 4-5 آلاف زائر إن شاء الله. فالحمد لله جيدين، وغالبهم أسر يعني. هذا الشيء طبعا أكيد جميل ويحسب لكم أنتم أكيد هذه السمعة الطيبة كونتوها من خلال الخبرات اللامحدودة اللي تقدمونها في مجال المعارض. لكن أيضا لو نتكلم بشكل عام أستاذ جابر، اليوم إحنا قاعد نشوف التوقيت أيضا جدا ممتاز، خصوصا أنه يصادف مهرجان التسوق، ففي عندنا كثير من الناس خارج قطر أيضا كثير منهم موجودين، فهي فرصة حلوة أنهم يروحون يستمتعون بالفعاليات اللي موجودة. حسب ما قريت في أحد الصحف في خبر أنه راح يكون في مفاجآت، في تخفيضات أيضا في المعرض نفسه. أكيد لما يكون مجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة في مكان واحد تحت سقف واحد، فراح يكون منافسة. في منافسة، في سعر خاص، في منتج جديد، في كل الأمور. في شركات مثلا بالنسبة للزي الرجالي حاليا البرد جاي والشال والأمور الثانية الرجالية تعرض، فأكيد راح تكون في مفاجآت. الأمر الثاني مثل ما ذكرتي مهرجان التسوق، طبعا المعارض عموما هي داعم ومنشط للسياحة، ويعتبر منتج أن الزار اللي يزور البلد في عنده أماكن يزورها ويطلع على ثقافات معينة، على منتجات بلدان معينة، بلدان يمكن ما زارها بس شاف منتجاتها، شاف ثقافتها. يعني الحين معانا، أنا نسيت أذكر اليمنيين موجودين، وبهارات اليمن موجودة معانا في البازار. نعم. العسل اليمني عندكم، وعسل اليمني كل شيء موجود. احنا هالمرة النسخة دي نسخة مميزة، يعني مش ان ازياء وعطور، ازياء وفي له سوق بازار في صالة ثانية مع نفس الازياء وعطور. نعم. للمتسوقين اللي ما حاب ياخذ زي او عطور، فبامكانه يروح البازار ويقتني من الحاجات اللي موجوده في البازار. جميل. استاذ جابر راح نتكلم عن اللي يميز هذه النسخه، لكن خلينا نروح احنا وياك والمشاهدين نشوف تقرير يتكلم عن المعارض اللي تقيمها دوله قطر، ولنا راجع ان شاء الله. العطور، الأزياء والمجوهرات، وكل ما يهم المرأة من جمال وأناقة كانت عناوين للمعارض التي استضافتها قطر ولا تزال تستضيفها، خاصة أن عام 2019 كان يسخر بمثل هذه المعارض، سواء كانت بالحي الثقافي كتارا أو بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أو غيرها. فمنها معارض لنسخ متتالية بعد أن لاقت نجاحاً وإقبالاً كبيراً، ومنها معارض أقيمت لأول مرة، إلا أنها نجحت في تلبية أرفع الأذواق وأكثرها تطلباً، ومنها معارض متنوعة تشمل العطور والعبايات والإكسسوارات وكل المستلزمات التي تحتاجها المرأة كمعرض هي للأزياء العربية، ومنها معارض متخصصة كمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات أو معرض العطور وأدوات التجميل الدولي. لطالما كانت المرأة القطرية متألقة ومتميزة وحالمة أيضاً، وكل هذه المعارض لم تساهم فقط في عرض آخر صيحات الموضة وتبادل الخبرات المحلية والعالمية، إنما كانت الأرضية المناسبة لعرض اللمسات والتصاميم القطرية التي تعكس الرقي والرفاهية، إلى جانب تميز المرأة القطرية بتنظيم المعارض أيضاً.
إذن مشاهدينا هذه بعض اللقطات لعام 2019، ملخص عن أهم وأبرز المعارض اللي صارت، وأكيد كان لكم دور كبير أيضا في 2019 في إبراز هذا الجانب الحمد لله وإنجاح هذا الجانب بشكل كبير. لكن أنا عندي سؤال، يعني 17 سنة من الانقطاع عن آخر معرض كان نسختها للعطر، ليش الرجعة؟ المعرض هذه يعني لم عندي أنا لمهزة خاصة، لأنه مكانة خاصة لأن هذه المعرض اللي أنا بديت فيه مهنة المعارض. أنا تاجر بأمور كثيرة، بس المعرض والعطور، لأن أنا شغلتي عطور، كنت أشتغل بالعطور لفترة طويلة، فالمعرض هذا يعني مكانة خاصة عندي، وبديته في 17 يعني 15 سنة وحال 16 ووقف، فبغيت أرجعه ورجعت جديد. يعني هالمرة أنا عامل ديكورات المعرض كله، عملت ديكور على حسابي، ما مش إن الواحد يجي، عملت ديكور كامل لصالة الأزياء والعطور، عملت ديكور كامل. يعني صدق تحب الشيء على أساس أنا أحب الشيء ذي، أحب هالمعرض، هو اللي طلعني، هو اللي خلاني أدخل مجال المعارض. بصراحة أنا قمت يمكن أكثر من 150 معرض في الفترات هذه، بس هالمعرض له يعني الأقرب أقرب لي، لأن أنا بديت فيه وشفت نفسي فيه وانشهرت به، وكان من أكبر المعارض اللي موجودة في الخليج في المنطقة عندنا. يعني وقبل ما تكون في صالة معارض كنا نقيمها في شيرتون، نأخذ الشيرتون من أوله لآخره، وبدينا مع صالة المعارض ومع السياحة واليوم بعد ما شاء الله يعني نتكلم عن 150 مشارك من 18 دولة، هذه انتقالة كبيرة أمانة. وجميل لما أنت اليوم كل هالدول وكل هالمشاركات تجمعهم تحت سقف واحد، يعني منهم هم يستفيدون كمشاركين، يمكن حتى أيضا يوسعون تجارتهم أكثر، ومنها الناس أيضا تستفيد، يعني بدل ما تسافر من مكان لمكان كلهم موجودين تحت سقف واحد. خاصة المشاريع يعني الصغيرة والمتوسطة لما يستفيدون من هذه المشاركات ويأخذون خبراتهم، يعني في إحنا من البدايات يعني قلنا على نفسنا أن ندعم ذولا، لأنهم الأساس وهم عيالنا وإخواننا وأهلنا رواد المستقبل. نعم، فهم اللي قيموا أساس الشغل. الأمر الثاني، إحنا صج 120 شركة 150 شركة عندنا، بس حوالي 320 منصة عرض، يعني على 10,000 متر مربع صالتين المعرض. جميل. أستاذ جابر، إحنا قبل نختم وياك نبي منك، يعني ما شاء الله خبرتك كبيرة، ونسمع منك ونستفيد، وأكيد المشاهدين يبون منك كلمة أخيرة أو نصيحة للي حاب إنه يدخل مثلا في مجال التجارة، كخبرة منك شو اللي تقدمه وش اللي تقوله لهم؟ التجارة أهم حاجة الصدق والالتزام، الصدق والالتزام بالمواعيد، وما أي شيء وعدت به تقوم به، يعني تكون النسبة في التقصير يعني ما تتعدى 5%، أما إذا كان النسبة عالية فراح تفقد مصداقيتك. فالالتزام بالتعهد اللي عهدت على نفسك فلازم تقوم به وتعطي خدمة جيدة، فالنجاح راح يوريك. وخاصة حاليا الدولة يعني وفرت لنا صالات المعارض، تقوم بالإعلانات، المجلس الوطني للسياحة، وزارة التجارة والصناعة، غرفة التجارة، كلهم يرعون هالأشياء ذي ويقومون ويساعدونك على التسويق، على الترويج، أمور كثيرة. يعني في الأول الأمور هذه ما كانت مهيئة لنا، حاليا مهيئة، فيعني الوقت مناسب لدخول الشباب لمجال التجارة، لمجال المعارض، لكل المجالات مهيئة. فعلا صار أفضل وأسهل، لذلك احنا نقول للسادة المشاهدين أيضا أن اللي حافظ أن يدخل هذا المجال بالعكس يدخل، لأن الدولة تدعم بشكل كبير. لكن أيضا نرجع نذكرهم أستاذ جابر المنصوري رئيس التنفيذي لشركة المرايا والمعارض والمؤتمرات، أن هذا المعرض بإذن الله راح ينطلق تاريخ 24 يناير حتى 2 فبراير 2020، راح يكون التوقيت من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، والدعوة عامل الجميع. أكيد. سهلا وشرفونا. يعطيك العافية وكل التوفيق لك، نفس ما تعودنا دائما النجاح والتميز في كل المعارض. يعطيك العافية. احنا ما راح نروح بعيد عن جانب المعارض، معرض امس افتتح الساعة 7:30 في مشيرب، تعرف 7:30 يعني. لا
في المشيرب قولي لي اكيد المشاهدين انا متاكد المشاهدين يعني نفسي ما يدرون في كثير طبعا من المعارض اللي احنا قاعد نشوفها. من ضمن هذا المعارض عندنا لين يطري علي الاول، هذا المعرض افتتح امس نفس ما قلت لك، راح يستمر لمده 4 شهور، يقدم فيها لوحات مختلفة، لوحات خلينا نقول من الزمن الجميل، من زمن جميل طبعا. 34 لوحة موجودة هناك طبعا للفنان يوسف أحمد. الحلو في الموضوع أن جميع هذه اللوحات استلهمها من وين؟ استلهمها من الشاعر مرزوق بشير، كانت عنده قصيدة لين يطري علي الأول. فجميل لما نشوف هذا المزج بين التاريخ بين الماضي بشكل عام، وايضا مزج بين الحاضر وبين صحيح. الثقافه اللي نشوفها. وبشكل عام مشيرب قلب الدوحه اليوم تعتبر واحده من اهم الـ الاماكن اللي الناس لابد صحيح. يزورونها لجمالها ولجمال زوايها. ما راح اتكلم اكثر، ما راح اعطي معلومات اكثر، راح نشوف معكم مشاهدينا في هذا التقرير. لين يطري علي الأول بيت من قصيدة الشاعر الدكتور مرزوق بشير عن دوحة الماضي. أعاد للتشكيلي يوسف أحمد ذكريات طفولته، فانطلق بفرشاة الرسم يخط بها سكك وبيوت الزمن الجميل. اللوحات كلها الموجودة في المعرض اللي أنا مثل ما قلت ماخذها من قصيدة أخوي الدكتور مرزوق، ما فيها أشخاص، لا تجد فيها أشخاص موجودين، بغرض انه انا اتيح فرصه للمتفرج انه ياخذ دور البطوله في الدخول الى العمل الفني. هو يتجول بين البيوت القديمه، يتجول في الحاره، يتجول عند الحيطه القديمه، يتجول ما بين البيوت، يذهب الى البحر، فهو ياخذ راحته في التجوال في البيوت القديمه. متاحف مشيرب ساهمت في المشروع بإنتاجها لفيديوهات تتماهى مع عمل الفنان. وأنا سعيد جدا أننا استطعنا أن نوظف التكنولوجيا الحديثة عن طريق الأفلام التي تصاحب هذه اللوحات لننقل المشاهد إلى مرحلة مهمة في تاريخ قطر اللي استلهمت كثير من الثقافات واستلهمت كثير من الفنانين لأنهم يعبروا عن هذا التاريخ الجميل. فنانو وداعمو الفن في قطر أقبلوا على افتتاح معرض المخضرم يوسف أحمد الذي عاد بهم إلى موطن الحنين. حقيقة فعلاً لن يطرى عليه الأول، يعني إحنا اليوم دخلنا في جميع الذكريات اللي إحنا عاصرناها في طفولتنا. طبعاً كانت طفولتي في الخور، وجزء كبير من هذه المباني وهذه السكك القديمة والنخلة والشجرة في وسط الحوش، هذه كلها كانت يعني فعلا من ضمن الذكريات اللي لا زالت موجودة. وفعلا من نسمع حتى الأغنية اللي يطرى عليه الأول فعلا نرجع بذاكرتنا هذيك اللحظة، لعبنا جرينا في وسط هذه السكك اللي قدام البيوت. ليلة فنية بامتياز جمعت نجوم الفن التشكيلي في حضرة ذكريات زمن الطيبين. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، مستمرين معكم في فقراتنا المتنوعة. إذن فقرتنا اليوم تتكلم عن تحمل المسؤولية والثقة بالنفس من الأمور الهامة للنجاح، وتأتي ثقة الطفل بنفسه عندما يتلقى الدعم الإيجابي من الكبار حوله، ويحتاج أبناؤنا دائما التشجيع والدعم والمساندة خاصة من الوالدين والمحيطين بهم من الكبار. اليوم بنناقش وياكم موضوع إنشاء جيل جديد قائم بذاته ويتحمل المسؤولية مع ضيفتنا الأستاذة غدير اليونس، مدرب ومستشار في الذكاءات المتعددة. صبح عليك بالخير ونرحب فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم أستاذة شوق، يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية، سعيدين أكيد بوجودك اليوم معنا، خصوصا أن هذا الموضوع أكيد لأهمية كبيرة نتحدث عنه. دائما إحنا نقول تحمل المسؤولية يولد الذكاء ويعطي أيضا حافز أكثر للثقة بالنفس، يعطي حافز أكثر للنجاح. لكن اليوم لو نتكلم عن كدور الأم والأب، هم أتوقع لهم الدور الأساسي والأكبر أكيد. في تنمية أكيد. جانب المسؤولية. طبعا أول شيء دور الأهل واللي هي التنشئة الأسرية في تربية هذا الطفل
والمسؤولية كمان اللي هي في أعلى الأدوار اللي لازم الأهل إنهم ينظروا لإلها نظرة يعني عميقة. نعم. وتدريب الطفل أيضا أو حتى في المدرسة وفي أي مكان آخر إنه نعوده إنه يعتمد على نفسه ونعزز ثقته بنفسه. لا أستطيع أن أؤمن بأنه هذا الطفل اللي أمامي أو أي ابني سواء كان ابني أو بنتي لازم أخليه يعتمد على نفسه أو أعتمد أنا عليه عشان هو يستطيع أن يعتمد على نفسه. هذا يعني جزء كتير مهم، لازم أنا أعطيه مساحة كافية في أنه يستطيع أن يعتمد على نفسه في أماكن متوسعة في المجتمع في المدرسة، ونطلعه دائما من الدائرة اللي هو مرتاح فيها عشان يحس بقيمة المسؤولية. جميل. أستاذة غدير، اليوم لما نتكلم عن يعني أن نحمل عيالنا أو أبنائنا المسؤولية، بس أكيد. شلون إحنا نحدد الموقف اللي نحمله؟ مرات أقول يعني مرات نقول لا صغير ما عليه خله يعني بكرة يعني بيشيل بيتعلم أو بيشيل المسؤولية. مرات نقول لا مثلا إذا ضيع الشيء خلاص مو جايب لك إياه، بس أشياء هامة مثلا حق المدرسة مثلا طبعاً. كتب طبعاً. أو شنطة أو اللي هو. طبعا أنا بحب أحكي في هاي النقطة صح اللي ذكرتها جدا مهمة، لأنه أنا لما أبدأ أعطي ابني مسؤوليات بسيطة وصغيرة أعود الطفل عليها يبدأ فيها منذ الصغر يعني والعمر الأساسي في هذه المرحلة اللي هي تبدأ من عمر 3 سنوات. لما أنا أبدأ أحمل ابني المسؤولية تبدأ من عمر 3 سنوات، من هذه المرحلة أنا أبدأ أعطيه مهام صغيرة. يعني لا، أنا لا أستطيع أن أقول لطفلي افعل شيء معين وهو لا يستطيع أن يفعله. صحيح، بالمنطق. بالمنطق يعني أنا لازم أوزع المهام بحسب الأعمار بحسب القدرات اللي أنا عندي في البيت. ما بقدر أنا أعطي طفلي مثلاً اللي عمره مثلاً 5 أو 6 سنين مهام أكبر من مهامه. بالتالي أنا لما أعطيه هذه المساحة من المسؤولية أنا أعطيه الفرصة أنه يبحث عن ذاته، يبحث عن نفسه، أعطيه مجال أنه يتوسع في هذا الموضوع. نعم. بس أستاذة غدير خلينا نكون واقعيين، هذا من جانب. من جانب آخر اليوم إحنا عندنا في كثير من الأهل الطفل يوصل عمره 7، 8، 9 سنوات يقولون لا للحين صغير، لا للحين صغير، يأخذون كل القرارات عنه. هذا الشيء أتوقع يكون له تأثير كبير حتى على شخصية الطفل في المستقبل، ويأثر فيه بطريقة سلبية، لأن الأهل خلاص يصير هو اتكالي على الأهل. صحيح. كل شيء يعتمد فيه. صحيح. على الأهل. لازم نوضح مفهوم شغلة، يعني مفهوم مبسط وواضح، ولازم الجميع إنه مثلا يكون واعي لهي النقطتين. النقطة الأولى أن الأهل لازم يكونوا يعني فشل الطفل في أداء هاي المهام هي عدم تنشئة صحيحة. صحيح. في المقام الأول. والمقام الثاني إنه أنا بربي ابني على عادات وسلوكيات أنا يعني أنا لا أستطيع أن أرى أو أنظر لهذا الطفل على مستوى عالي من التوقعات. يعني أنا توقعاتي فيه دائما بتكون ضمن المحدود. صح. والخوف الزايد والاهتمام الزايد طبعا هو اللي بيخلي الطفل يفشل وما يتحدى نفسه وما يجرب. فهاي المرحلة جدا مهمة، لازم أنا أعطيه هاي المساحة الكافية عشان يبدأ يتحدى نفسه ويبدأ يشارك مجتمعه ويبدأ يشارك كمان أقرانه. لأنه بالأول والأخير في هذا الموضوع أنه أشعر بالمسؤولية تجاه نفسي، كيف حتى نفسي أني أنا أحافظ عليها، سواء بالمحافظة على جسدي، بالمحافظة على مدرستي، محافظة على علاقتي مع الآخرين. لازم يتعلم أنه هو يكون مسؤول على هاي العلاقات جميعها. جميل. أستاذة غدير، بالنسبة حق المهمة اللي أنا أكلفها مثلا الولد، إذا سواها هل ممكن أن أكافأ؟ وإذا ما سواها هل ممكن أن أعاقبه؟ بالطبع طبعا هاي من الأساسيات المكافآت اللي هي المكافآت الشفهية أو اللغوية أو حتى الحوافز المادية. وما يكون عندي تذبذب في المعاملة هون أو إفراط في هاي الحوافز عشان ما يعني تحترق عشان ما طبعا ما يعني أفقد قيمة الشيء. صح. إذا أنا أفرطت في الإعطاء أنا رح أفقد قيمة الشيء. صحيح. فأنا أعطيها باتزان وباعتدال. وطبعا اللي هي التذبذب إنه الطفل إنه أنا أتذبذب لحتى أحصل على الشيء، هاي لازم إنه أنا كمان إني أنظر لها بعين الاعتبار وأحاول إني أنا أسيطر عليها. نعم. شنو قصدك أستاذة؟ بس ما أقطع كلامك. تذبذب إن يعني
الطفل اذا يعني سوى له يعني حركات معينه اذا هو هو نتيجة معين؟ هذا التذبذب بكون نتيجة سوء تربية أو إفراط في التربية. ما بدنا نحكي سوء تربية، لأنه أنا لما أنا أتعامل مع طفلي بطريقة معينة أنا رح أخلي شخصيته غير متزنة. فهذا هو التذبذب، إنه يكون طريقة اعتماده على نفسه بتكون متزعزعة وثقته بنفسه بتكون مهزوزة. نعم. إحنا هنا أيضا سادة غدير خلينا نتكلم شوي من ناحية الإيجابية أكثر بالضبط. نتكلم اليوم عن الحين كثير يمكن من الأهالي قاعد يشوفونا، كيف ممكن كأهالي يزرعون أكثر جانب الثقة عند أطفالهم؟ كيف ممكن يعطونهم حرية أكثر في حتى اتخاذ القرارات؟ لأن الطفل لما صحيح. يكون هو مسؤول ويتخذ قرار ويحس أنه هو يتخذ قرار وهو بعين نفسه يشوف أنه أنا عندي كلمة، بالعكس هذا شيء ينمي عنده أشياء كثيرة، حوافز كثيرة تكون إيجابية عند الطفل. فكيف ممكن نحن ننمي هذا الجانب أكثر؟ طبعاً أغلب الأهالي بيستخدموا مصطلحات وألقاب، يعني ابني النشيط، ابني الذكي، ابني السريع، يعني هاي العبارات البسيطة اللي إحنا ممكن نعطيها الألقاب، يعني صدقيني بتطلع معاه بتكبر معاه وبيشوف نفسه فيها، لأنه أنت دائماً الطفل بيجينا مثل الصفحة البيضاء، ماذا أنت بتزرعي في هذا الطفل وشو بتحطي في هذا الطفل صراحة تحصدي عليه، يعني ما أنا إيش وضعت في مخه أنا رح أحصل عليه، وضعت طاقة إيجابية إذن أنا رح أعطي طاقة إيجابية، وضعت أشياء سلبية إذن أنا رح أحصل على نتائج سلبية. فدائما التعزيز بالكلام وعدم الإفراط في أني أنا أعطي هاي الحوافز بشكل مفرط وما إلها داعي، هاي كمان إلها تأثير كتير كبير فعلا. ودائما ما بدنا نربط نجاح الطفل في شيء معين أو فشله في أداء مهمة معينة، لازم تكون مرتبط بالنجاح، يعني أنا إذا أعطيته مسؤولية معينة مش لازم أنا أتوقع منه أنه ينجح 100%، الوقت الكافي أو الجهد المبذول في أداء مهمة معينة هي بحد ذاتها يعني إنجاز، لأنه هو طبعاً خرج من دائرة الصندوق اللي المرتاح فيه وبدأ يتحدى نفسه، إذن هون أنا لازم أبدأ أعطي أحفز باستخدام ألقاب، باستخدام حوافز، مساعدات، يعني أي شيء فعلاً. هم بيحبوه فعلاً جميل. هاي حتى يعني أتذكر مرة في الجامعة درست هالشيء في علم النفس، وفعلاً في حالات كثيرة وكان لها تأثير كبير، يمكن لما مثلاً يكون الأهل دائماً يشجعون الطفل نشوف بالنهاية لما الطفل يكبر يكون في تشجيع أكبر، بالعكس لما يكون مثلاً في ألقاب تكون سيئة الطفل صح. لو شنو كبر يكون دائماً خلاص هالألقاب في ذاته يحاول طبعاً. حتى كثر ما يقدر أنه هو يحاول يتعدى هذا الشيء ما يقدر، هاي الشيء فعلاً لازم الأهل يحاسبون عليه ويحاسبون حتى على كل الألفاظ اللي يقولونها لأن لها تأثير كبير. أكيد طبعاً، يعني لأنها بتكبر معاه، يعني صحيح. وخصوصا اذا بتتعاملي مع مرحله عمريه جدا صغيره، يعني هذول اطفال يعني بتاثروا في مرحله اكتساب مهارات، يعني خلص هو جاي على المجتمع وعلى العالم عشان ياخذ المعلومات بطريقه صحيحه، اذا ما اخذها بطريقه صحيحه يعني احنا هون بنكون مقصرين في التعامل معهم. كل شيء يعني ياثر نفسيا، اذا احنا كبار يعني ممكن كلمه أو حلوه او كلمه مو حلوه الصبح تاثر تاثر على يومنا، فما بالك صحيح من بالك الاطفال. طيب احنا تكلمنا عن الايجابيه وتكلمنا عن المدح وتكلمنا عن كل شيء، خلينا نتكلم عن الحزم والشده على الاطفال، وخلينا يعني نتطرق بشكل بسيط للضرب. خلينا نتكلم عن بعض اولياء الامور اللي يعني يعني صح. يعني يوصلونهم عيالهم لمرحله انهم لا شعوريا يبدا يمد يده على الاطفال. صحيح طبعا، بالنسبه في التربيه الشده واللي طبعا انا راح احكي لك بس جمله هيك بسيطه، لا تكن لينا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر. يعني اللين الزايد طبعا له سلبيات والشده الزايده لها سلبيات. صح. فأنا إذا أنا تعاملت مع طفلي اللي هو أو ابني أو اللي أنا مسؤول عنه بطريقة في التنشئة الأسرية والتنشئة الاجتماعية بطريقة سلسة، أعطيه جميع المصادر اللي بتخليه يعزز ثقته بنفسه، أمان اللي هي حتى المصطلحات اللفظية، أني أنا أكون دائما في موقف يعزز ثقته في نفسه ويعتمد فيها على نفسه، هاي الإيجابيات اللي بتخلي طفلي طفل منتج بطريقة رائعة بطريقة
هذا الطفل الجيل اللي أنا بدي أخرجه على هذا المجتمع أو بدي أنا أطلعه على هذا المجتمع. بالنسبة للشدة منذ الصغر طبعاً هاي بتسبب أمراض وعقد نفسية، يعني مش يعني هاي جميع الدراسات أجمعت عليها. والحمد لله إحنا حالياً يعني العلم تطور والحياة تطورت، يعني نادر ما نشوف حالات مثل هيك يعني، أنه لكن لا زال بعض الأطفال يعانوا من هاي المشكلة، حتى أنه لدرجة أنه الطفل ما بيستطيع أنه يعبر، يعني حتى لو أنه الطفل انضرب أو كذا ما يعني لا فترة طويلة لقدام استخدامه للمفردات والمصطلحات رح تكون قليلة، تعبيره عن مشاعره بشكل طبيعي ما رح يكون موجود. فإذا هون رح يتم عندي كبت في لكم مرحلة، للمرحلة الأولى والثانية والثالثة، إذا أنا ما أعطيته القدرة على أنه يعبر ويفصح عما في داخله منذ الصغر، إذا هون بتكبر عندي المشكلة وبتتفاقم بتؤدي إلى أمراض نفسية وتوجهات أيضا وسلوكيات سلبية في الحياة. وهذا الموضوع عميق. واسع عميق. وعميق وإن شاء الله يكون لنا حلقة نتكلم في هذا الجانب أكثر، لأن فعلا يعني في مخاطر كثيرة من التعامل الغير صحيح نفس ما ذكرت يمكن يؤدي إلى مشاكل تكون أكبر وأخطر. لكن اليوم أيضا نتكلم إحنا الحمد لله نفس ما ذكرت يمكن أستاذة غدير أنه بشكل عام صار المجتمع صار واعي مثقف أيضا، حتى هذا الجانب صار يدخل عندنا في جانب التعليم في جانب بالضبط. المدارس والأكاديميات بشكل عام. فلو نتكلم أكثر اليوم عن أهمية هذا الجانب أن احنا فعلا نوعي أطفالنا حتى في جانب المسؤولية في المدارس. طبعا الحمد لله رب العالمين، أنا أشتغل الآن في قطاع التعليم في مدرسة تهتم جدا بهذا الجانب، مدرسة الخنساء. طبعا في هاي المرحلة اللي هي مرحلة الطفولة المبكرة في عنا طاقم، يعني أنتم متخيلين معي الطاقم اللي بيشتغل في نظام التعليم كافة، ناس وخبراء وعالم جدا واسع بيشتغلوا فقط على هاي الفئة من الأطفال علشان الطالب. كل الجهود التي تبذل في المدارس لأجل إخراج طفل واعي قادر إنه يتحدى مجتمعه ويتحدى أيضا نفسه. طبعا الدور المدرسة بتكون من احنا في عنا طبعا سياسات هي بتكون تبدأ في المعلم نفسه، في عنده طرق تعامل مع الطالب، يعطيه مثلا ألقاب تخليه انه يحفز ثقته بنفسه، يعطيه ألقاب المفكر المبدع المهندس الطبيب. هاي الألقاب طبعا لازم تكون موجودة في نطاق التعليم، لانه اذا انا اشتغلت على البيت وما عززت في مجتمع المدرسي اللي هم بعتبر أن البيت والأسرة، البيت والمدرسة هي منظومة يعني مشتركة عشان صحيح. تستطيع أنها تعطي جيل أفضل. فإذا البيت عندي واعي والمدرسة أيضا واعية بهذه الأمور، فهي رح تكمل عملية إخراج هذا الجيل بطريقة واعية جدا، بتحمل نفسه بتحدى القدرات والصعاب وأي شيء بيواجهه. تبدأ طبعا من المعلم، بتروح عنا في عنا أخصائيين بيعتنوا بهذه الفئة من الطالبات اللي في أي مشكلة بسيطة بناء عليها بتصير في سياسات إنه بعدوا معهم جلسات خاصة، بعد هاي الجلسات في استمارات. والحمد لله يعني إحنا ما وصلنا لهاي المرحلة إنه إحنا يكون عندنا مشاكل جدا عميقة، وذلك بسبب التوعية في المدرسة والمجتمع وفي البيت. شيء حلو، مسؤولية يعني بالنهاية. بالضبط، شيء حلو إنه يعني اليوم نشوف في وعي في البيوت، في يعني ما يخلون الثقل كامل على المدرسة بس وفي البيت. كثير. المدرسة يعني ترى هي بعد 7 ساعات من يوم الطفل تقريبا نص أو ثلث يومه. الله يعطيك العافية أستاذة غدير اليونس، مدرب ومستشار في الذكاءات المتعددة، ما قصرتي على هذه المعلومات. شكرا لكم وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. يعطيك العافية، ما تنسعدنا بهذه الاستضافة، استفدنا أيضا واتمنى أيضا السادة المشاهدين كذلك. إن شاء الله. شكرا لك أستاذة غدير. شكرا، يعطيك العافية. إذا مشاهدينا متواصلين معكم احنا لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وصبح عليكم بالخير للي توهم انضموا انهم يشوفون برنامج فيض ضحى. طبعا احنا فقراتنا متعدده ومتنوعه، والحين عندنا
فقره التكنولوجيا. بس من جانب اليوم ثاني اليوم حلقتنا فيها عدد كبير من مواضيع التكنولوجيا. فعلا لان اليوم احنا تكلمت بشكل عام عن هذا العصر هو عصر التكنولوجيا، فلا بد ان احنا نركز ايضا على هذا الجانب. يعني من ضمن الاشياء الجميله في لاس فيغاس عام 2020 تحديدا، يعني هذه السنه في كثير من المعارض اطلقوها، لكن من اهم المعارض اللي صارت خلال هذه الفتره معرض الروبوت. احنا يمكن دائما نعرف انه صار يدخل في مجالات كثيرة، سواء في مجال التعليم، في مجال الطب، لكن حلو أيضا لما نشوف أنه هو يكون ناطق ومتحرك في نفس الوقت. ناطق ومتحرك، بسم الله. ما ندري التكنولوجيا لين وين بتوصل والله صراحة. احنا راح نسافر الحين إلى لاس فيغاس وراح نعرف أكثر عن هذا المعرض وتفاصيله أكثر في هذا التقرير. جذبت الروبوتات الناطقة والقادرة على التفاعل مع البشر أنظار زوار أروقة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، حيث تم عرض مجموعة من الجيل الجديد من الروبوتات المنزلية التي سوف تغير حياة الناس نحو الأفضل. من بينها روبوت منزلي يستطيع القيام بمهام بسيطة كحمل المشتريات وتقديم المشروبات، كما يمكنه الرسم أيضاً. وهنالك روبوت يصل طوله إلى 40 سنتيمتر، هو مرافق للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. والروبوت المخصص لصنع البيتزا التابع لشركة مبتكرة لتكنولوجيا إنتاج الأغذية، وهو قادر على تحضير 300 قطعة من البيتزا بحجم 12 إنشاً خلال ساعة واحدة. وكل هذه الروبوتات ما هي إلا انعكاس للتطور التكنولوجي الذي يهدف في المقام الأول إلى تسهيل حياة الناس. مشاهدينا شفنا معاكم هذا التقرير. صراحة يعني التكنولوجيا اليوم في تطور دائم، خاصة شو قلتي سمعتي إن في عدد كبير من الروبوتات اللي يسوون عمليات جراحية، صح. ونسبة الخطأ فيهم تقريبا يعني أقل من البشر لهالدرجة. أكيد يعني فعلا هذا الشيء بالعكس نوع جميل من التطور الحمد لله، والطفرة هذه أكيد تحسب، لأن فعلا كثير من الأشياء المهمة لابد احنا نسلط الضوء عليها. من ضمنها نفس ما قلنا هذا التطور اللي قاعد يصير، هذا التطور اللي حاصل سواء قلنا في مجال الصحة أو حتى في مجال التعليم. وعلى طاري مجال الصحة، أكيد احنا يمكن في فصل الشتاء فبرد، فراح نعطيكم مشاهدينا بعض النصائح اللي ممكن تفيدكم أكيد بخصوص كيف نهتم بطفلك في فصل الشتاء. نشوف معكم بعض هذه النصائح. يعني بشكل عام يجب التحقق لمعرفة أن طفلك دافئ وجاف، وكذلك يجب على الأطفال الأصغر سنًا أخذ فترات راحة منتظمة، والأهم من ذلك كله تناول مشروبات دافئة خلال فصل الشتاء. جميل. مش مكتوب، يلا نقرأ بسم الله. يقول لك يجب مساعدة الأطفال على اختيار مناطق اللعب مع المأوى الدافئ القريب، مثل القرب من المنزل أو منزل أحد الأصدقاء. يعني صراحة معلومات جميلة. أيضا عندنا ابقى العنق، هاي طبعا من أهم أهم الأشياء، يعني حتى بخصوص السفر أو لما يروحون المدارس، لأن بعض الأحيان يكون الصف يكون بارد، فيقول لك ابقى العنق دافئا بقمصان عالية الرقبة بدلا من وشاح لمنع الاختناق. طبعا هاي بالنسبة حق الأطفال صغار السن، لأن فعلا الوشاح أحيانا ممكن يختنق. صح. زين، يقول لك إزالة الأشرطة من الملابس التي يمكن أن تعلق فيها الأشياء أثناء اللعب وتسبب السقوط أو الإصابات. يعني هذا من جانب أيضا.
عندنا أيضا نصائح مختلفة بما يتعلق بهذا الجانب. أيضا نرجع نقول لابد أن فعلا تدفون عيالكم، خصوصا أن حاليا فترة شتاء الأطفال ترى دائما يحبون يطلعون يلعبون خارجا في فعاليات كثيرة، لذلك فعلا لبسوهم أشياء ثقيلة بشكل دائم. الأطفال لا يلبسون الوشاح لأنه فعلا ممكن يسبب اختناق، بالإضافة لذلك دائما كثروا من المشروبات الحارة، الشربات، كل هذه طبعا تعطي تدفئة للجسم وأيضا تعطيهم طاقة تكون كثيرة في الجسم. وعلى طاري يمكن أنشطة فعاليات كثيرة موجودة عندنا الأطفال يحبون يروحونها أو الكبار أيضا. صحيح. لذلك أيضا إحنا محضرين لكم باقة مختلفة ومتنوعة من الفعاليات المختلفة في دولتنا قطر، ونشوف معنا بعض من هذه الأجندة لهذا اليوم. عندنا الوجهة الأولى، الوجهة الأولى نادي الشطرنج، مكان الفعالية في مكتبة قطر الوطنية، وتاريخ الفعالية راح تبدأ إن شاء الله في 23 يناير. هذا من جانب مكتبة قطر الوطنية. عندنا أيضا في كتارة فعالية بعنوان ساحة الفنون راح تكون تاريخ 26 يناير. أيضا كتارة يضم العديد والعديد من الفعاليات المتميزة والمعارض كذلك. جميل. الفعالية الثالثة راح تكون دورة العرض المتقدمة، نعم، في مركز نماص، راح تكون من 26 إلى 28 يناير. يعني مركز نماص صراحة دائما يقدم لنا هذه الفعاليات، الله يعطيهم العافية. من نماص راح ننتقل أيضا إلى المركز الشبابي للهوايات، معرض البيئة في عمان، راح تكون طبعا هذه الفعالية بتاريخ 27 يناير. مشاهدينا، هذه شيء بسيط أكيد من الأجندة اللي موجودة في دولتنا الحبيبة قطر من ضمن الفعاليات المتميزة، لكن بشكل عام هذا شيء جدا بسيط تقدرون تروحون تستمتعون، خصوصا أن الأجواء جدا جميلة، فيمديكم أكيد تشوفون الأشياء الخارجية كانت أو حتى الداخلية بالمجمعات بالأشياء اللي يقدمونها مع مهرجان التسوق أيضا. أكيد للأمانة يعني عدد كبير من الفعاليات اللي تقدمها المؤسسة العامة كتارة أو عندكم سباير أو يعني مثل ما قلتي مهرجان قطر للتسوق. إذا مشاهدينا وصلنا إياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا فيها مثل ما احنا استفدنا. شوفكم بكرة إن شاء الله.